من أثناء المشاركة والاهتمام بتلافيها والاهتمام على معالجتها فيما بعد، أليس كذلك؟ طبعا طبعا، ويعني المشاركات والمسابقات اللي أنا يعني شاركت فيها كانت فعلا قوية وكانت منافسات قوية. نعم. لأنه يعني في الآونة الأخيرة يعني ما شاء الله يعني الحمد لله ظهر حفظة كتير في المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي يعني كانت المشاركة قوية. نعم. المشاركات كانت قوية جدا جدا والمنافسين. في ختام هذا اللقاء المبارك، هناك كلمة أو نصيحة تحب أن توجهها للمستمع الكريم بمناسبة هذا اللقاء، ماذا تقول لمن يستمع إلينا الآن؟ والله أوجه هذه الكلمة إلى كل من يسمع هذا اللقاء، وليس فقط الدعاء ولا قراء القرآن. نعم. بل كل الناس أدعوهم إلى قراءة القرآن. نعم. يعني الكلام المعروف اللي احنا بنقوله كل مرة، أنا هجيب بس كم من بيت من الأبيات الذي ألفها الإمام الشاطبي، فهي خير شاف كاف إن شاء الله رب العالمين. يقول الإمام الشاطبي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والذاك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجا حتى تفرق وانجلا. ولا يتسع الحديث اللي احنا نفسر هذا الكلام، ولكن هو كلام بليغ في حد ذاته، ويعني هذا ما أقدر أن أقوله. نعم، بارك الله بكم. في نهاية هذه الحلقة وبعد هذه الكلمات الطيبات، ماذا تتلو علينا في ختام هذه الحلقة وفي هذا اللقاء من آيات الله؟ والله أريد أن أتلو آيات يعني من سورة الزخرف، من أول سورة الزخرف. نعم. وإذا في وقت كمان أكمل سورة الدخان. نعم، برواية حفص عن عاصم. برواية حفص عن عاصم. نعم. تفضل وبارك الله بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا
إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا
أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم.